سلام بنات، سلام يا احلى ناس، مرحبا بكم في لاشين بيوتي رانيا. ان شاء الله اليوم فيديو ينال اعجابكم. فيديو دار البوز سوغ انستغرام، هاد الوصفه دارت ضجه كبيره جدا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام. وصفه فيها 5 مكونات سهله وبسيطه ومن اروع ما يكون، تشرف لك وتنور لك وجهك قدام ضيافك. واش نحتاج في هاد التحليه؟ نحتاج اول حاجه فلان جو. انا اليوم اخترت جو كراميل، نتوما تخيروا اي فلان راكم حابينه، فاني، شوكولا، فخيز. انا ما نضملكمش لانه جربت هاد لو فلان برك، دونك ان شاء الله غدوه راح نزيد نجربها شوكولا ونزيد نشارك معكم الوصفه بالشوكولا كيفاش راح تجي. قلت لكم استعملت 100 غرام تاع فلان رابحه جو كراميل. نحتاج ايضا دو ياغورت كريم ديسير، هادو ما رونفيرسي اللي جايين هكا. نحتاج ايضا كاس تاع الحليب ونحتاج نص كاس تاع بودرة شانتي. الملاحظه المهمه اللي لازمكم تاخذوها بعين الاعتبار وش هي؟ انه هاد المقادير اللي قاعده نقول لكم فيهم كامل لازم قبل ما تبدو في تحضير هاد التحليه تخلوهم في المجمد لمده ساعه كامله قبل ما تبدو تعملوهم. دونك حتى يبدا تحسوا انه الحليب بدا يجمد، لابودغ، حتى لابودغ وحطها في الكونجيلاتور، لانه اذا كانت المكونات هذه ماهيش جامده ما تصلح لكمش هاد التحليه. كيما راكم تشوفوا انا استعملت هاد لو مول، نتوما استعملوا اي مول راكم حابين تحطوا فيه التحليه تاعكم. انا استعملت هذا اللي جاي هكا مربع، غلفتو يعني حاجه المهمه انكم لازمكم تغلفوه تري تري بيان بالبابي فيلم. والمكونات هذيك كامل طلعتها بالباتور لمده 7 دقائق حتى تولي لا تيكستور تاعها كيما راكم تشوفوا. وزدت لها شوكولا اشي برك، هذيك شوكولا اون باسادور اللي قلت لكم عليها. هذه طريقه يعني ولا هذه الكيفيه راهي اختياريه تاع انكم تزيدوا الشوكولا، ماهيش اوبليغاتوار. انا برك كانت عندي وحبيت نزيد لو غو تاع الشوكولا لانه يمشي تري تري بيان مع الكراميل. كيما راكم تشوفوا راني نحط فيها في هذا المول ونخلوها 24 ساعه في المجمد باش تحكم روحها تري تري بيان. الا خليتوها اقل من هذه المده ما راهيش راح تنجح معكم. دونك نتوما الا حابين توجدوها وجدوها قبل بنهار وخلاها في الكونجيلاتور، وكي تجوا راح تقدموها جبدوها. هاد التحليه كل ما تجوا تقدموها تجبدوها، يعني تقدموا منها وبعد ترجعوا في الكونجيلاتور، لانه التحليه هي عباره عن مثلجات ولكن بطريقه واحده اخرى، تكستور واحده اخرى، جايه جو اون جيري اون موس تري تري ليجير وتكون غلاسي من اروع ما يكون لوغو. فقط ملاحظه برك، الناس اللي ما تحبش الحلاوه ياسر، لانه تجي شويه حلوه. اللي ما يحبش الحلاوه ياسر سي تري فاسيل. واش عليكم ديروا؟ فقط انكم تنقصوا كميه الفلون. الا انا درت 100 غرام، نتوما ديروا 50 غرام برك تاع لو فلون وتجيكم من اروع ما يكون. كيما هنا راني خليت لكم حوالي خليتها حوالي عفوا التحليه خليتها حوالي 24 ساعه وبديت نحاها. كيما راكم تشوفوا بالبابي فيلم راهي تتنحى فاسيلمون، ما تعبكم ما والو. التزيين بما انه انا خيرت فلون هذاك رابحه تجي فيه الكراميل من الداخل، خليت هذاك لو كراميل قلت نزين به من الفوق باش ما تقعدش السطح تاعها ما هكا يعني ناشف ما فيه والو. درت هذه خطوط فقط تاع كراميل وزدت لها بعض المكسرات، اي مكسرات عندكم. انا استعملت لوز وجوز، نتوما تقدروا تستعملوا كاكاو، تقدروا تستعملوا دي بيبي دو شوكولا على حسب الرغبه تاعكم. دونك ما تكلفوش روحكم، هي فقط ديكوراسيون. وتقدموها وتكلوها بالصحه والهنا، جربوها على ضمانتي راح تجيكم تحليه من اروع ما يكون. هاد التحليه لازم تتقدم بارده وتبقى في المثلج، وكل ما تجو تقدموها يعني تجبدوها من المثلج. هذا ما كان، ان شاء الله تكون هاد التحليه تاع اليوم خفيفه ظريفه عليكم. خلوا لي رايكم في لي كومونتير، ما تنسوش تضغطوا الجرس باش توصلكم اي فيديو نحطها جديده. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، سلام.